خلال كلمته في ذكرى ثورة يناير، السيسي يؤكد أن مصر تسعى للقضاء على الإرهاب والفساد. مصر تدين قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة، والسلطة الفلسطينية تقول إن الخطوة تعرقل عمليات السلام. الأمم المتحدة تدعو لبقاء المفاوضات السورية تحت مظلتها، وتباين موقفي الحكومة والمعارضة من بيان أستانا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاط منتصف اليوم من أونلاين. مشاهدينا الكرام نرحب بكم وننتقل إلى التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى المصريين بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 25 من يناير. وقال السيسي خلال كلمته إن الثورة عبرت عن رغبة المصريين في التغيير وتطلعهم إلى بناء مستقبل جديد، وأن تضحيات الشهداء ستظل في ذاكرة المصريين. أبناء مصر الكرام، تحية تقدير واعتزاز لجميع الشهداء من أبناء الشعب المصري الذين ضحوا بأرواحهم. نقول لهم إن تضحياتهم ستظل دوما مصدر إلهام وفخر لجميع المصريين، وأننا سنحافظ على العهد بأن تظل مصر وطنا حرا يتسع لكل المصريين. ونقول لأسرهم وعائلاتهم إنكم ستظلون تحت رعاية الوطن، وإن ذكرى أبطالكم وأبطالنا ستظل في وجدان مصر والمصريين. كل عام وشعبنا العظيم يحيا في أمان وينعم بالسلام والاستقرار، ومصرنا الأبية في رفعة وازدهار وتقدم. وأكد السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة يناير أن الدولة تسير على الطريق الصحيح وتحاول جنبا إلى جنب مع القضاء على الإرهاب أن تحارب الفساد وتحسن الاقتصاد وتشجع الاستثمارات. استكملنا البناء المؤسسي لأركان دولتنا من دستور وبرلمان يعبران عن إرادة الشعب، ومن تعزيز حقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام لسيادة القانون، وإعلاء لقيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك، كما أننا مستمرون في مواجهة الإرهاب البغيض حتى نقتلع جذوره تماما من أرض مصر. وفي ذات الوقت لن يثنينا شيء عن مواصلة الحرب على الفساد الذي لا يقل خطره عن خطر الإرهاب. حققت ثورة 25 من يناير حفلت بالكثير من الأحداث التي جعلتها تخلد تاريخيا بأنها الثورة الأكثر سلمية، خاصة بعد أن وقف الجيش إلى جانب الشعب لتحقيق مطالبه. تحل اليوم الذكرى السادسة لثورة 25 من يناير، حيث تظل المؤسسة العسكرية تحظى بأكبر قدر من التقدير والاحترام في مصر، ليظل يوم 25 من يناير إرادة شعبية حمها الجيش، درجة عالية من الوعي السياسي وإدراك لحساسية المرحلة الراهنة كانت شعار القوات المسلحة لتعبر بمصر مرحلة شديدة الخطورة. ليأتي بعدها البيان الأول للقوات المسلحة، حيث أكد الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان رقم 1 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، انطلاقا من مسؤولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم، وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة، انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير لعام 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه، وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم، ليضمن بعدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنهاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 30 عاما وإدخال إصلاحات. البيان الثاني أكد مرة أخرى بأن المؤسسة العسكرية تعلم جسامة الأمر وخطورته أمام مطالب الشعب في كل مكان لإحداث تغييرات جذرية، لتظل التحية العسكرية لأرواح الشهداء اعترافا وتقديرا من المؤسسة بمكانة وأهمية ما قدموه لصالح ومستقبل مصر. يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. بعدها أعلن الجيش التعهد بتأمين انتقال سلمي للسلطة وتولي حكم مدني يحافظ على الديمقراطية في مصر والتزامها بكافة التعهدات والاتفاقات الدولية والإقليمية. واستطاعت القوات المسلحة بجدارة خلال 25 يناير الحفاظ على وحدة وصلابة مصر، لتؤكد للعالم بأن الجيش والشعب سيخطوان معا نحو مستقبل مشرق يتدارك أخطاء الماضي للتعلم والتصحيح حتى تصل مصر للوضع والمكانة التي تستحقها. وحول احتفالات ثورة 25 يناير ينضم إلينا مباشرة من الإسماعيلية مراسلتنا كريستين رياض. بداية نرحب بك كريستين، وحدثينا عن الأجواء الاحتفالات بثورة 25 يناير في محافظة الإسماعيلية. نعم، مرحبا بكم. كما تعلمون محافظة الإسماعيلية لا تحتفل فقط بذكرى 25 يناير 2011، بل أيضا تحتفل بذكرى موقعة الإسماعيلية التي مات ضحيتها 50 شرطي مصري رافضين تسليم أسلحتهم ومبنى المحافظة لقوات الاحتلال البريطاني. أكاليل من الزهور وضعت اليوم من قبل قيادات المحافظة العسكرية والتنفيذية والأمنية لأمام النصب التذكاري الذي أقف أمامه الآن لشهداء عام 1952، هذا بالإضافة إلى الإجراءات التأمينية الخاصة باحتفالات ذكرى 25 يناير الثورة في ميادين محافظة الإسماعيلية المختلفة. أيضا هناك انتشار أمني مكثف في كل الميادين المتواجدة، هذا بالإضافة إلى توزيع الورود من قبل وزارة الداخلية على المواطنين في ميداني إبراهيم سلامة والجمهورية. أيضا بدورها الحماية المدنية توزع منشورات دليل السلامة للمواطنين، أيضا للتوعية بأفضل طرق الوقاية في أثناء الطوارئ. أما عن مجرى قناة السويس الملاحية، هناك تأمين خاص جدا بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير من عناصر القوات المسلحة والداخلية، وأيضا بالإضافة إلى القوات الجوية وحرس الحدود على طور المجرى الملاحي كما علمنا من الأنباء والتصريحات. نعود معكم إلى الاستوديو. شكرا لك كريستين رياض من محافظة الإسماعيلية. كما تنضم إلينا مباشرة من الفيوم مراسلتنا جيرمين إبراهيم. جيرمين، كيف هي الأجواء في محافظة الفيوم في هذا اليوم؟ مساء الخير سيد، ومساء الخير على مشاهدينا. كما ذكرت أنا متواجدة بمحافظة الفيوم والتي تقع على بعد 40 كيلومتر من القاهرة. بالتحديد نقف وخلفنا ميدان المسلة، وهو أحد الميادين الشهيرة في محافظة الفيوم الذي يقع على بعد أمتار قليلة من مديرية أمن الفيوم ونادي ضباط الشرطة وأيضا ميدان سواقي. ننقل لكم الأجواء الآن في محافظة الفيوم تزامنا مع العيد 65 للشرطة المصرية والذكرى السادسة لثورة 25 يناير. بدأت هذه الاحتفالات الحقيقة صباح اليوم بزيارة اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم بمصاحبة المحافظ محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، وأيضا اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد. قاموا بزيارة قوات الأمن اللي بتقع في قرية العذب. هذه القرية بتقع على بعد 5 كيلو من جنوب
شعب الفيوم، وهي القرية المعروفة بوجود عدد من التكنات الخاصة بقوات الأمن المركزي فيها. قاموا بزيارة القرية والتقوا بعدد من المجندين في هذه المنطقة الخاصة بقوات الأمن المركزي، وقاموا بوضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري في هذه في هذا المعسكر. تضمنت مراسم وضع نصب التذكاري عزف السلام نشيد الوطني، وأيضا اصطفاف عدد من الضباط، وقابلهم والتقى بهم السيد اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم، أيضا بمصاحبة اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية. بعدما وضعوا النصب التذكاري ايضا قاموا يعني تناول الفطور مع عدد من المجندين تزامنا اليوم مع الاحتفال. الحقيقه ان محافظه الفيوم لم تعلن عن احتفال رسمي ستقيمه اليوم، يمكن هذا المره الاولى التي لا تقيم فيها احتفال رسمي في ميدان السواقي المعروف بتواجده في محافظه الفيوم على بعد امتار الى جانب مديريه امن الفيوم ونادي ضباط الشرطه لوجود اعمال تطوير في هذا الميدان. لكن يعني مديرية أمن الفيوم أعلنت عن احتفال مصغر ستقيمه داخل يعني نادي ضباط الشرطة. أيضا من المنتظر أن يكون هناك عدد من الاحتفالات الشعبية اللي بتخرج في ميدان السواق برغم وجود أعمال تطوير فيه. الحقيقة إلى جانب هذه الاحتفالات يجب أن نذكر أيضا الاستعداد الأمني داخل محافظة الفيوم لهذا اليوم للخروج في أحسن صورة. فالحقيقة مديرية أمن الفيوم وضعت خطة أمنية لتأمين مختلف المنشآت الحيوية والشرطية في محافظة الفيوم. أيضا هناك عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة اللي بتتواجد على الطريق الذي يربط بين القاهرة والفيوم، وأيضا بين الفيوم والمراكز المختلفة. أيضا هناك انتشار أمني كبير في محافظة الفيوم لتأمين هذا اليوم. هناك أيضا هيئة الإسعاف قامت بنشر 60 سيارة إسعاف مجهزة بعيادات متنقلة يعني تحسبا لوجود أي طوارئ في الحدائق والأماكن المتوقع أن يكون فيها ازدحام في الأماكن الحيوية. يعني ربما سيد هذا هو ملخص الوضع عندي اليوم في الفيوم تزامنا مع احتفالات اليوم. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جرمين إبراهيم، كانت معنا من الفيوم. ومن محافظة الدقهلية ينضم إلينا مباشرة مراسلنا عمر نور الدين. بداية أرحب بك عمر، وحدثنا عن أجواء احتفالات بعيدي ثورة 25 يناير وعيد الشرطة والإجراءات الأمنية وأيضا المزاج العام في الشارع المصري في محافظة الدقهلية. ربما الصوت كان يتقطع قليلا، لكن على أي حال مظاهر احتفال ثورة 25 من يناير وعيد الشرطة ربما بدأت رسميا على الأقل، حيث تظهر في الصورة الآن الموسيقى العسكرية وهي تعزف النشيد أو موسيقى تحية الشهيد أمام النصب التذكاري هنا في محافظة الدقهلية المنصورة تحديدا. أنا أقف في محيط ميدان أم كلثوم، وطبعا كما أسلفت خلفي النصب التذكاري على يميني مبنى محافظة الدقهلية. المظاهر كما كنت أقول أنه لم تبدأ شعبيا بعد حتى الآن، لكن على الأقل هنالك سيولة مرورية، اليوم يوم عطلة بطبيعة الحال. مظاهر تبدأ عادة مساء، خصوصا ربما نتوقع زيادة في الإقبال أو في نزول الشارع اليوم مباراة المنتخب الوطني، لكن على أي حال هنا الأمور هادئة. نتحدث عن تمركزات أمنية عادية ومعتادة، وما هو غير معتاد أيضا لست متأكد إن كنت تحدثني، الصوت يتقطع. سأكمل هذه الفقرة على أي حال أنه ربما في التمركزات الأمنية في الشارع نتحدث عن تمركزات شرطية عادية، وحتى سيارات الشرطة تجوب المحافظة ومدينة المنصورة. مرفق الإسعاف ربما دفع بمئة سيارة متمركزة في ربما مناطق مختلفة من المحافظة، وأيضا هنالك ما نقول عليه عناصر الشرطة السرية المتواجدة دائما لتأمين الأماكن.
بمختلف أهميتها، والمستشفيات هي على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ كالعادة عندما تكون هنالك طوارئ تمنع الأجازات وما إلى ذلك. هذا عن الاستعدادات الرسمية، كما أن الاستعدادات الشعبية لم تبدأ مظاهرها بعد. الانسياب المروري هو ما يسيطر على المشهد. ربما هنالك البارحة حصلت تشييع لجثمان مجند العراقي اسمه العراقي عبد المجيد العراقي، وهو ذهب في أو سقط شهيدا هو وأربعة من زملائه أثناء استقلالهم لسيارة أجرة في على طريق الحسنة بوسط سيناء في طريقهم لمعسكر الجيش في منطقة القصيمة. ربما كنت قبل يومين في أسيوط لتشييع أحد هؤلاء الأربعة. نعم أنا لا أسمع جيدا لكن سأحاول أن أستمع إليك. شكرا جزيلا لك عمر نور من محافظة الدقهلية. نجحت عناصر الجيش الثالث الميداني في تدمير بؤرتين إرهابيتين للعناصر التكفيرية وسط سيناء، كما أوضح المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أن العملية الأمنية تمت بالتعاون مع القوات الجوية، حيث تمت تصفية 5 تكفيريين وضبط 11 آخرين، هذا فضلا عن تدمير مخزن متفجرات و3 سيارات دفع رباعي، بالإضافة إلى عدد من الدراجات البخارية. أدانت وزارة الخارجية القرار الإسرائيلي ببناء 566 وحدة استيطانية في مستوطنات بمدينة القدس المحتلة. وقالت الخارجية في بيان لها إن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام وأحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. حذرت السلطة الفلسطينية من عواقب استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وأكدت أن قرار بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية يعيق أي محاولة لإعادة الأمن والاستقرار، ويضع العراقيل أمام أي جهد يبذل من أي جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام. نحن نعتبر أن كل الاستيطان الاستعماري هو غير شرعي وغير قانوني ولا بد من إزالته. هناك قرارات واضحة صادرة عن مجلس الأمن الدولي وليس أقلها وآخرها كان القرار 2334 الذي يؤكد على عدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري بإجماع دولي. هذا الأمر يستوجب أن يكون هناك وقفة من المجتمع الدولي، وأيضا نحن لن نقبل إطلاقا بأن تبقى هذه الحكومة ماضية في كل ما يتعلق باستمرار جرائمها وعدوانها ضد شعبنا الفلسطيني. النشرة ما زالت متواصلة مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل. وعودة إلى استكمال نشرتنا، حيث نقلت وكالة إعلام روسية عن وزارة الخارجية قولها إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيجتمع مع ستالين مع ممثلين عن المعارضة السورية في موسكو بعد غد. وكان وفد المعارضة السورية في مفاوضات استانا قد أعلن أمس أنه قدم إلى موسكو خطة خاصة لوقف إطلاق النار في سوريا. كما أشار رئيس الوفد محمد علوش إلى أن موسكو ترغب في الانتقال من طرف مباشر في القتال إلى طرف ضمن طاقم حيادي. أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان ديمستورا دعم الأمم المتحدة لنتائج مباحثات أستانا، مطالبا بأن تبقى عملية السلام السورية تحت مظلة الأمم المتحدة. جاء ذلك عقب إعلان بيان أستانا في ختام المحادثات السورية الذي أيده وفد الحكومة السورية، بينما تحفظت المعارضة السورية على مخرجاته. لا حل عسكري للأزمة السورية والاتفاق على ضخ دماء في عروق مفاوضات السلام المتجمدة، هذه هي أبرز مخرجات المفاوضات غير المباشرة التي استضافتها العاصمة الكازاخستانية أستانا على مدار يومين بين وفد الحكومة السورية ووفد مشترك للفصائل السورية بمبادرة من روسيا وتركيا وإيران وبمشاركة وفد من الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا.
المفاوضات التي ركزت على بحث آليات تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا تمخض عنها بيان ختامي حظي بترحيب الوفد الحكومي السوري وتحفظ من وفد المعارضة السورية، إذ نص البيان الختامي للمؤتمر والذي تلاه وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف عن الاتفاق على إقامة آلية ثلاثية لمراقبة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار. تقرر إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات وتحديد جميع الطرق لوقف إطلاق النار وفصل جماعات المعارضة المسلحة عن تنظيم داعش وجبهة النصرة. الدول الثلاث الراعية لمؤتمر الأستانة أعربت عن دعمها لمشاركة المعارضة السورية بما في ذلك المسلحة في مفاوضات جنيف، مؤكدة أنها ستنطلق في 8 فبراير القادم. في غضون ذلك أبدت المعارضة السورية بعض التحفظات على البيان رافضة أي دور لإيران في مستقبل سوريا، كما اتهمت القوات الحكومية بخرق الهدنة بشكل متعمد في 7 محافظات سورية، مشيرة إلى أنها لم تتلقى بصفة رسمية مشروع البيان الختامي. نحن لم نستلم أي مسودة بشكل رسمي وبالتالي لا تعليق لنا على المسودات. وفي المقابل دعا فيه رئيس الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري بالاجتماع الفصائل المسلحة التي لم تحضر اجتماع أستانا للانضمام إلى ترتيبات وقف القتال بهدف دحر الإرهاب معا وإعادة إعمار سوريا، مرحبا بالبيان الختامي. المسألة هنا هي أن في النهاية لدينا ورقة توافقية تمثل في بيان الختامي الذي تمت الموافقة عليه من قبل الجميع. المؤتمر الذي حظي بمباركة دولية يعول عليه العديدون ليكون النواة لمفاوضات مباشرة تنهي الأزمة السورية المشتعلة في البلاد وتوقف آلة الحرب وتحفظ وحدة الأراضي السورية، وهو ما ستظهره الأيام المقبلة. وعلى الصعيد الميداني، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 6 طائرات حربية روسية نفذت ضربة منسقة على أهداف لتنظيم داعش بمحافظة دير الزور السورية. وقد أضافت الوزارة أن الطائرات انطلقت من قاعدة جوية في روسيا، كما نفذ الطيران السوري غارات مكثفة على مواقع تحرك آليات تنظيم داعش في دير الزور خلال الساعات 24 الماضية. كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن القصف أسفر عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم. والآن مشاهدينا نتابع الحالة المرورية في بعض محافظات مصر منها القاهرة والشرقية، فلنتابع. مشاهدينا تابعنا الحالة المرورية في بعض محافظات مصر منها القاهرة والشرقية. نفى الكولونيل جون دوريان المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا والعراق شن ضربات مشتركة مع روسيا ضد التنظيم الإرهابي في البلاد. من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون جيف دافيس
قال إن بلاده تجري محادثات روتينية مع روسيا بغرض تجنب الحوادث الجوية غير المقصودة خلال العمليات في الأجواء السورية، مؤكدا في الوقت ذاته دعم البنتاغون لعمليات الجيش التركي ضد تنظيم داعش في محيط مدينة الباب بريف محافظة حلب السورية. دعت الأمم المتحدة الدول المانحة لتخصيص 4.6 مليار دولار إضافية لمساعدة الملايين من اللاجئين السوريين. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، قال إن اللاجئين السوريين يحتاجون دعما أكثر، كما طلب المجتمع الدولي بتوجيه رسالة واضحة لتأييد اللاجئين، كما أكد أن نسبة التمويل وصلت إلى 60% فقط من إجمالي ما تعهدت به الدول المانحة. يذكر أن الأمم المتحدة ونحو 240 دولة ومنظمة أطلقت رسميا العاصمة الفنلندية هلسنكي خريطة المساعدات الإقليمية للاجئين لعامي 2017-2018. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسميا انتزاع شرق الموصل بالكامل من تنظيم داعش. وفي غضون ذلك بدأت القوات العراقية الإعداد لهجوم للسيطرة على الجزء الغربي من الموصل من التنظيم الإرهابي. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن 750 ألف مدني يعيشون غرب مدينة الموصل العراقية، وذلك قبيل هجوم بدعم من الولايات المتحدة لطرد تنظيم داعش من المنطقة. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للعراق ليز جراندي في بيان، قالت إن التقارير الواردة من داخل المناطق الواقعة غرب الموصل مقلقة، حيث إنها أثبتت ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وأضافت جراندي أن هناك العديد من الأسر العراقية في تلك المناطق تأكل مرة واحدة فقط في اليوم، كما يضطر بعضهم إلى حرق أثاث منازلهم للتدفئة. قتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب آخرون من جراء هجوم نفذته حركة الشباب الصومالية بالعاصمة مقديشيو. وأوضحت الشرطة الصومالية أن الهجوم وقع إثر قيام عناصر الحركة المتطرفة باقتحام بوابة فندق في العاصمة بسيارة مفخخة. وأضافت الشرطة أن معركة بالأسلحة النارية قد اندلعت عقب الهجوم، أعقبها وقوع انفجار آخر. وتشير التقارير إلى أن الفندق عادة ما يقيم فيه سياسيون. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن شبان خبير الشؤون الأفريقية بجامعة القاهرة. بداية نرحب بك دكتور أيمن. دكتور أيمن هل تسمعني؟ دكتور أيمن؟ عفوا لقد فقدنا الاتصال بدكتور أيمن شبان خبير الشؤون الأفريقية بجامعة القاهرة. ما زلنا في افريقيا، حيث اكدت غينيا الاستوائيه استضافه الرئيس الجامبي السابق يحيى جامع بعد فراره من بلاده عقب الازمه التي سببها رفضه قبول الهزيمه في الانتخابات الرئاسيه. وفي غضون ذلك الغى البرلمان الجامبي حاله الطوارئ التي فرضها جامع قبل فراره، وهو ما يمهد لعوده الحياه الى طبيعتها. بعد سلسلة أحداث كادت تعصف بالبلاد إلى الهاوية، وافق البرلمان الجامبي على قرار يقضي بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس السابق يحيى جامع قبل فراره إلى المنفى، لتطلق معه جامبيا أنفاسها التي حبستها خلال الأيام القليلة الماضية. ألغيت الطوارئ التي كان من المقرر أن تطبق على البلاد لمدة 3 أشهر، ليخرج المواطنون احتفالا بهذا بانتظار غد أفضل. ستظهر الديمقراطية الحقيقية في النظام الجديد. نظام جامع لم يكن لديه ديمقراطية حقيقية، إن الديمقراطية هي كل شيء، وأعتقد أن جامبيا تمضي قدما نحوها. سيقبع الرئيس السابق في منفى مريح على ما يبدو، فبعد أيام من رحيله عن سدة الحكم وبالقوة أعلنت غينيا الاستوائية ترحيبها باستضافته. وكان جامع قد هوى ببلاده إلى الفوضى مطلع ديسمبر عندما رفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات أمام منافسه آداما بارو.
كارو، وأقدم على حل البرلمان وفرض الطوارئ، لكنه رحل في نهاية المطاف بعد ضغوط دبلوماسية قوية وتهديد عسكري أفريقي بتدخل ما لم يتنازل عن السلطة. بنبرة متفائلة ينتظر الجامبيون رئيسهم الجديد أدام بارو الذي يستعد للعودة من السنغال المجاورة حيث أدى اليمين الدستورية، ويعلق الشعب على بارو آمال إنقاذ الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا من عثرتها السياسية والاقتصادية. رجح رئيس الوزراء التركي علي بن يلدرم أن تعلن اللجنة الانتخابية العليا موعدا خلال أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي ستعزز سلطات الرئيس. وخلال اجتماع لمسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، توقع يلدرم إجراء الاستفتاء في الفترة بين 1 و20 أبريل. أداء، وكان البرلمان التركي قد وافق على مشروع قانون لتعديل الدستور تمهيدا لإقرار نظام رئاسي يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات رئاسية واسعة. توقع مساعدون بالكونغرس الأمريكي وخبراء في الهجرة أن يوقع الرئيس دونالد ترامب اعتبارا من اليوم عدة أوامر تنفيذية تشمل حظرا مؤقتا على دخول معظم اللاجئين إلى الولايات المتحدة، علاوة على وقف إصدار تأشيرات لمواطني 7 دول بالشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المرجح أن تحظر إجراءات ترامب دخول هؤلاء اللاجئين لأشهر باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد، لحين اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحري. واستبق ترامب هذه التوقعات بتصريح عبر موقع الرسائل القصيرة تويتر، اعتبر فيه أن اليوم سيكون عظيما فيما يتعلق بالأمن القومي الأمريكي. مشاهدي الكرام، عودة إلى الأنباء في تركيا، معنا عبر الهاتف الأستاذ كرم سعيد الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ كرم، مساء الخير. مساء النور. ربما يعني ما سيتم من استفتاء خلال أيام بالتأكيد هذه التعديلات الدستورية كلها تصب في صالح صلاحيات أوسع لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان. بالطبع هذه الصلاحيات الدستورية التي تم تمريرها في قراءة أولى وقراءة ثانية وستطرح في مارس أو إبريل على أقصى تقدير المقبل، ستعزز من صلاحيات رئيس الجمهورية لأنها تنص على تعديلات خطيرة، أولها حق منح الرئيس إصدار مراسيم قانونية دون الرجوع إلى البرلمان، وحق اعتماد الميزانية، وحق انتمائه إلى حزب سياسي، إضافة إلى نقل كامل الصلاحيات التنفيذية من الحكومة إلى رئيس الدولة، إضافة إلى إلغاء موقع رئيس الوزراء، وعلى أن يحل محله بموجب التعديلات الدستورية نائب للرئيس أو نائبين على أقصى تقدير، لكن يعني نائب الرئيس سيكون بروتوكولي أو شرفي منزوع الصلاحيات. سيكون من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ دون الرجوع إلى البرلمان، أو حتى تمرير تعديلات دستورية للاستفتاء الشعبي إذا رآها مناسبة دون الرجوع إلى البرلمان. الحقيقة أن كل هذه الصلاحيات بتكرس موقع رئيس الجمهورية. الأهم أنه حال تمرير هذه التعديلات ستجرى انتخابات رئاسية وتشريعية في نفس الوقت في نوفمبر 2019، تهدف بالأساس إلى بقاء أردوغان في سدة السلطة حتى العام 2029، وهو موعد مئوية قيام الجمهورية التركية. الأهم أن هذه التعديلات أتصور أنها تمثل ردة للديمقراطية التركية، وتركيا التي كانت نموذج في الغرب للحكم الإسلامي أو للديمقراطية الإسلامية، بحكم ما نجحت في أن تزاوج بين الإسلام الديمقراطي والعلمانية. ونجح أردوغان في الحقيقة منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 أن يقدم تجربة ديمقراطية معبرة عن حكم إسلامي رشيد، دفعت الولايات المتحدة الأمريكية حتى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لقبول تركيا
في عضوية العائلة الأوروبية، دخل الفرد التركي يقترب من 13000 دولار في العام، الصادرات التركية تقترب من 114000 دولار. الآن الاقتصاد التركي يعاني من تباطؤ انهيار أسعار سعر الليرة. لكن دعنا أستاذ كرم، نعود مرة أخرى إلى التعديلات الدستورية التي تعطي صلاحيات واسعة لأردوغان. ما هي التبعات المتوقعة والمعارضة لهذا القرار في تركيا؟ الجانب الآخر، هل هناك موقف سيكون من خلال وجود تركيا في حلف ناتو، خاصة في وجود وصعود دونالد ترامب إلى سلطة الحكم في الولايات المتحدة؟ التداعيات ستكون خطيرة وعلى أكثر من مستوى. أولا سياسيا ستساهم في تكريس الاستقطاب السياسي الموجود في المجتمع. حزب الشعب الجمهوري وهو الحزب المعارض الأول وحزب الشعوب الديمقراطية الممثل للأكراد يقومون بحملة مناهضة لهذه التعديلات، وما كان لهذه التعديلات أن تمرر لولا دعم حزب الحركة القومية التركي وتأييد زعيم دولة باشلي للرئيس التركي. الانقسام المجتمعي سيكون واضح، وده ظهر في تظاهرات متقطعة شهدتها تركيا طوال الشهور التي خلت اعتراضا على هذه التعديلات الدستورية. الأمر الآخر سينعكس على السلطة القضائية، بموجب هذه التعديلات سيكون من حق رئيس الجمهورية نعم ولكن اسمح لي، يعني هل هناك تأثير سيتم أو قرار يتخذ من عضوية تركيا في حلف ناتو؟ لا أتصور أن حلف الناتو سيأخذ موقف من هذه التعديلات بإقصاء تركيا بعيدا عن عضوية الحلف. هناك قاعدة إنجرليك الجوية وهي قاعدة مهمة لحلف الناتو، وتنطلق منها الآن قوات التحالف الدولي لضرب داعش في سوريا أو العراق، وهي قاعدة مهمة للتحالف لحلف الناتو. لكن تصاعدت الانتقادات الأوروبية وانتقادات حلف الناتو لهذه الإجراءات. الموقف الحاسم في هذا الأمر هو تعليق المفاوضية الأوروبية لعضوية أنقرة وتعليق مفاوضات العضوية الخاصة بتركيا. شكرا جزيلا أستاذ كرم سعيد، الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مشاهدي الكرام، أنتقل بكم الآن إلى فاصل، نعود بعده لنواصل فترتنا الإخبارية. أهلا بكم من جديد. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة تعيين حاكمة ساوث كارولاينا ناكي هالي في منصب رئيس البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة. وحصلت هالي على تأييد 96 عضوا في مجلس الشيوخ ومعارضة 4 فقط من الحزب الديمقراطي، بعد أن أبدوا مخاوفهم من افتقارها للخبرة في السياسة الخارجية. هذا ويواصل ترامب تشكيل فريقه للأمن القومي ويستحوذ مرشحوه على التأييد المطلوب من مجلس الشيوخ والذي يهيمن عليه أعضاء الحزب الجمهوري. مشاهدي الكرام، ننتقلكم الآن ونواصل نشرتنا الإخبارية. في ألمانيا أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ترشيح الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز لمنصب المستشارية في مواجهة أنجيلا ميركل خلال الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الحزب سيغمار جابرييل أنه وضع خطة لدعم شولتز في السباق الانتخابي والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل. هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ميركل ستتمكن بسهولة من الحفاظ على منصبها، ولكن بائتلاف حكومي أوسع مما كان عند التصويت. تعتزم الحكومة البريطانية عرض مشروع خروجها من الاتحاد الأوروبي على البرلمان غدا، وتأتي خطوة الحكومة بعد خسارتها قضية أمام المحكمة العليا تطالب بعدم ضرورة أخذ مشورة البرلمان قبل بدء مفاوضات الخروج. وقبيل عرض مشروع القانون، حذر وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس النواب حذرهم من محاولة تخريب القانون عند التصويت. هزيمة قانونية باتت مصدر إزعاج وحرج للحكومة البريطانية، ووضعت مساعي رئيسة الوزراء الرامية إلى خروج صعب من الاتحاد الأوروبي أمام لاعب جديد هو مجلس العموم. لكن هذا لن يوقف عملية الانفصال كما يأمل بعض المستثمرين والمؤيدين للحفاظ على عضوية الاتحاد. ومن غير المتوقع أيضا أن يؤدي دخول البرلمان على خط الموافقات إلى تأجيل الجدول الزمني للانفصال الذي قدرته الحكومة بعامين. منطوق الحكم أيد موافقة البرلمان قبل تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة،
والذي سيمثل بداية رسمية لمحادثات الانفصال. موافقة يتوقع المراقبون حصول الحكومة عليها بسهولة، خاصة بعد أن وضعت الكرة في ملعب النواب للموافقة على ما أيده الشعب في استفتاء يونيو. ستقدم الحكومة خلال أيام مشروع قانون محدد لمنح الحكومة الصلاحية القانونية لتفعيل المادة 50. هذا سيكون القانون الأكثر تحديداً لتفعيل قرار الشعب واحترام حكم المحكمة العليا. على جانب آخر، تنقسم المعارضة بشأن تعطيل الطلاق الأوروبي، فزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، وهو أبرز المطالبين بعدم الانفصال، قال إنه لن يعطل المادة 50، فيما يفضل الكثير من أطراف المعارضة التركيز على تحديد ملامح اتفاق للانفصال بدلاً من محاولة وقف عجلة دارت بالفعل. والآن مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية، ننتقل بكم إلى ولا غانم. الاتحاد الأوروبي أمام لاعب جديد هو مجلس. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الوقفة الاقتصادية، حيث أكد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الاحتفال بالذكرى السادسة للخامس والعشرين من يناير أن الدولة عازمة على إصلاح الاقتصاد وتشييد المشروعات التنموية العملاقة في كل شبر من أرض مصر. وقال السيسي أن الدولة تسعى إلى تشجيع المشروعات العملاقة والصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وتحقيق آمال كل مصري ومصرية في مستقبل مشرق واقتصاد حديث مزدهر ودولة وطنية راسخة توفر لجميع مواطنيها فرصا متساوية في الحياة الحرة والكريمة. قال رئيس أو توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق استقرار أسعار النفط عند مستويات سعرية تتراوح بين 55 دولارا و 60 دولار للبرميل خلال العام الجاري. وأوضح المرزوق أن الحكومة الكويتية ستحدد السعر أو سعر البرميل في موازنة العام المالي المقبل عند 45 دولار للبرميل، وأشار إلى أن تمديد دولته لاستراتيجية الكويت النفطية خلال الفترة بين 2030 و2040 تهدف إلى تخفيف الاعتماد على استهلاك النفط والغاز، الأمر الذي سيحافظ على الطاقة الإنتاجية للكويت والتي تقدر بأربعة ملايين برميل يومياً. استهلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي زيارتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بلقاء السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني والسيد نزيه النجاري سفير مصر لدى بيروت، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والترتيب لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة والمقرر عقدها بالقاهرة برئاسة رئيس وزراء البلدين أو رئيسي وزراء البلدين. وأكد الوزيرة أهمية تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري اللبناني والذي بدوره سيؤدي إلى إحداث طفرة في الاقتصاد العربي. تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم جنيهين ليسجل عيار 21635 جنيها، مع تراجع السعر العالمي للأوقية إلى 1204 دولارات، وسجل عيار 18544 جنيها، في حين وصل عيار 24725 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب 5004 جنيها. أعلن محمد علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن وصول 120 ألف طن سكر مستورد من البرازيل وفرنسا. وقال الوزير إن شركات السكر والجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت عمليات الشحن والتفريغ وتوزيعها على المخازن بالمحافظات لتوفير احتياجات المواطنين. وأوضح أنه سيتم الأسبوع المقبل عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط السوق.
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم، وبلغ متوسط سعر بيع الدولار 18.76 قرشا، بينما سجل سعر الشراء 18.89 قرشا. ووفقا لأسعار البنك المركزي، فقد سجل سعر الشراء لليورو 20 جنيها و15 قرشا، وبلغ سعر البيع 20 جنيها و30 قرشا، في حين سجل سعر الشراء للجنيه الاسترليني 23 جنيها و35 قرشا، وبلغ سعر البيع 23 جنيها و52 قرشا. شكرا جزيلا مشاهدينا، وعودة مرة أخرى إلى زميلي نوران وسيد، إليكما. شكرا ولاء على هذه الجولة الاقتصادية. توصل فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث لإنتاج نماذج من الأقمشة المضادة للبكتيريا، ومن الممكن حال استخدام هذه الأقمشة أن تسهم في الحد من انتقال عدوى الأمراض الوبائية. نجح فريق علمي بالمركز القومي للبحوث في إنتاج أقمشة مضادة للبكتيريا والحشرات، وذلك بإضافة طبقة من المركبات الكيميائية الطبيعية على الملابس المصنوعة من البوليستر. ده مشروع ممول من صندوق العلوم والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمي. هذا المشروع الهدف منه إيه؟ إن احنا نعمل حزمة نستطيع من خلالها إن احنا ننتج هنا في مصر هذه الأنواع من الأقمشة غير المنسوجة بدلا من المستورد. ومن المفترض أن تسهم هذه التقنية في مكافحة العدوى للأمراض الموسمية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الصدرية والأنفلونزا مثل كبار السن والأطفال. الأقمشة غير المنسوجة من الممكن أن تستخدم، المقاومة لتأثير الميكروبات من الممكن أن تستخدم في أجهزة التكييف، لأن حسب القانون لازم يكون في عند فلتر بيمنع دخول الميكروبات مع الهواء. احنا عملنا انتاج تجريبي على المستوى الصناعي، ولكن نحن نطمع في ان نجد الشريك الذي يساعدنا في ان يكون هذا المنتج منتج على المستوى العام. كما من الممكن ان يرتديها الاطباء والفرق الطبيه المساعده للحد من انتقال العدوى بالمستشفيات والوحدات الصحيه، اضافه الى العاملين في المعامل الحيويه ومصانع الادويه وغيرها من الصناعات التي تتطلب معايير خاصه للتاكد من عدم انتقال الميكروبات. لقاء مهم ينتظر المنتخب الوطني لكره القدم في البطوله الافريقيه بالجابون مع نظيري منتخب غانا. هذا الخبر ومزيد من التفاصيل مع النشرة الإخبارية. نتابع هذه التفاصيل كلها مع الزميل رجاء رمزي. أهلا بكم. منتخب مصر يلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني في التاسعة مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الجابون. كان منتخب مصر اختتم تدريباته أمس على ملعب سوغارا، ذلك رغم تعرض مدينة بورت جنتل الجابونية لأحوال جوية متقلبة. يذكر أن منتخب غانا يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويكفي الفراعنة التعادل في لقاء ليلة لحجز بطاقة العبور الثانية لربع نهائي البطولة. حرصت أفراد الجالية المغربية على التواجد في مران منتخب مصر الأخير استعدادا لمواجهة غانا في الجولة الثالثة والأخيرة بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الجابون. وقام المغاربة المتواجدون في مران المنتخب الوطني بالتقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالي فور نزوله من حافلة المنتخب، وطلبوا توقيعه على العلم المغربي. كان منتخب المغرب قد تأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد. إلى ذلك، ودع منتخب كوت ديفوار حامل لقب النسخة الماضية كأس الأمم الإفريقية من الدور الأول بعد الخسارة من المغرب بهدف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمع بينهما في أويم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعة الثالثة، ذلك في البطولة المقامة حاليا في الجابون. سجل رشيد علاوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64. بهذه النتيجة توقف رصيد كوت ديفوار عند نقطتين في المركز الثالث، بينما احتلت المغرب وصافة المجموعة ب6 نقاط خلف الكونغو الديمقراطية المتصدرة، ليتأهل الأسود الأطلسي لأول مرة منذ 13 عاما إلى دور الثمانية بالكاد.
تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الجابون بعد الفوز على نظير التوغولي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في الجولة 3 والأخيرة من منافسة المجموعة 3. سجل أهداف الكونغو الديمقراطية كل من جونيور كابانانغا وفيرمين نودومبي وبول جوزيه موبوكا، بينما سجل هدف توغو الوحيد لاعب كودوغو لابيا. بهذه النتيجة رفع الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 7 نقاط وذلك في المركز الأول، بينما تذيل توغو المجموعة برصيد نقطة واحدة. هذا الخبر المشاهدين، نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الرياضية، عودة إلى الزملاء في الاستوديو. شكرا رجائي، بالفعل انتهت نشرتنا. وإليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من عناوين. خلال كلمته في ذكرى ثورة يناير، السيسي يؤكد أن مصر تسعى للقضاء على الإرهاب والفساد. مصر تدين قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة، والسلطة الفلسطينية تقول إن الخطوة تعرقل عملية السلام. الأمم المتحدة تدعو لبقاء المفاوضات السورية تحت مظلتها وتباين موقفي الحكومة والمعارضة من بيان أستانا. ختاما لهذه النشرة مشاهدينا، لقاؤنا يتجدد على رأس الساعة مشاهدينا الأعزاء.